وعرضنا الوساطة التي تجاهلتها الحكومة بغرور واستعلاء. فالحكومة السياسية الكفأة هي التي تتفاعل سباقيا في التوقيت المناسب بناء على حسن التقدير السياسي للمطالب والاحتجاجات قبل أن تتفاقم، وهذا ما لم نلمسه لدى الحكومة مع الأسف. فالانطباع الذي تخلقه الحكومة هو أنها لا تتصرف سوى تحت الضغط، وليس وفق رؤية وإرادة إصلاحية، وليس انطلاقا من اقتناع بعدالة الملفات المطروحة من طرف المجتمع. نعم، كان هناك مجهود سيد رئيس الحكومة، كان مجهود مالي مهم لم يسبق له في أي حكومة، كنعترفوا هناك مجهود كبير رغم الظروف اللي كتمر بها، لكن نحييكم على هذا المجهود. لكن ما الذي كان يمنع الحكومة من تقديم هذا العرض ديال 26 دجنبير في البداية ديال الاحتجاجات الشغيلة، طالما أن الحل كان ممكنا وأن المطالب كانت مشروعة؟ وكنا سنتفادى بذلك الإضرابات المتتالية وشهورا من التوتر والتخبط الذين ضحيتهم الأولى التلميذ وأسرته، كما كنا سنصون بذلك مصداقية النقابات. فعلى الحكومة أن تقرأ الدروس مما وقع في تعاطيها مع باقي المطالب الاجتماعية. فنحن كمعارضة قمنا بدورنا في التنبيه، ولا زلنا ننبه الحكومة في ملفات وقضايا أخرى.